السلام عليكم، مش اخباركم؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى اموركم كلها تكون بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا هذا الفيديو. قبل ما نبداو نصليو على نبينا كالعاده، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. توحشتكم بزاف بزاف بزاف، واسمحوا لي مؤخرا وليت كنغبر عليكم، ولكن والله العظيم ماشي لخاطري. انتم عارفين دابا وليتو حافظيني انه ملي كتكون النفسيه ديالي ماشي مزيانه ما كنقدرش نصور، ولاني قلت ممكن ان النفسيه ديالي تطول، هذه الحاله هذه تطول، فضروري انني نخرج نهضر معاكم ونطمنكم ونتواصل معاكم. لعل وعسى ان الفيديوهات تخفف عليا. العلاقه دابا بيني وبينكم ولات اقوى، فما يمكنش ان ناس ولفوا عليك كيتسناو الفيديوهات ديالك والتواصل ديالك وفجأة تقطع عليهم، ما تطمنهمش عليك، خاصة ملي كيبداو يسولوا فيك. فقلت لا، ضروري خصني ندير لكم فيديو وتستحملوني. واسمحوا لي، مؤخرا في الفيديوهات تقريبا دابا هذا الفيديو الثالث اللي كلهم فيهم واحد شويه واحد النسبه ديال الطاقه السلبيه، ممكن ما كتعجبنيش هاد الجمله هذه، وما كنحملش نكون من الناس اللي كيصدروا واحد الطاقه السلبيه. فمعت المهم انتم اخوتي واخواتي وعائلتي الثانيه غادي تصبروا عليا ياكم. المهم الصراحه كنكون متاثره، كنكون في حاله في شي شكل، وليني سبحان الله غير كنحل الكاميرا وكنبدا نهضر معاكم كنلقى راسي كنبتسم، فسبحان الله كنكون في حال وكنولي في حال. المهم كيف ما كلكم عارفين ان احمد كان في هاد الشهر هذا في معسكر تدريبي لقب البطوله ديال افريقيا، ومهم صافي دابا جا الوقت ديال السفر. فاختكم بصراحه ما كتصبرش نهائيا نهائيا في هاد الحاله هذه، والو نعيا نصبر في راسي ما عرفتش، يعني كل مره كنقول المره الجايه، يعني بحال دابا هاد المره هادي قلت انا دابا صافي وليت اقوى وشجعته ودعمته باش انه يمشي يسافر، ولاني لقيت راسي انا باقي كيف ما هي، كنت متاثر فاش كيمشي كيسافر برا مصر. مهم احمد جا البارح، يعني فاش صورنا لكم فيديو مشى تاني يوم، مشى تقريبا 4 ايام ورجع البارح، وما قدرش الصراحه نصور لكم حتى شي فيديو في هذه المده هذه. المهم جا شافني واش محتاجه شي حاجه، طمأن عليا وسلم عليا، واليوم الصباح مشى على اساس انه غادي يسافر اليوم بالليل. قبل اصلا ما نحل الفيديو ونهضر معاكم يلا قطع معايا، وقال لي راه صافي حنايا في الطريق ديال المطار، غادي للمطار. المهم ما تصوروش اختكم شحال كتضرر نفسيا من اللي كيمشي احمد. المهم والله هذا الفيديو هذا ما عادش اصلا شنو غادي نقول لكم، غادي نعاود لكم على واحد الجانب، خاصه انه بعض الناس كيكتبوا لي في التعليق ثم كتوروا لينا غير الحاجه الايجابيه في حياتكم، والحاجات الخايبين او السلبيين ما كتوريهمش لينا. فهذه حاجه من بين الحاجات اللي هي جانب مظلم، ما عادش واش نسميه جانب مظلم، جانب خايب الحياه ديالي هنايا. ممكن بزاف ديال البنات ياخذوا استفاده، خاصه اللي مازال عاد ناويين انهم يتزوجوا في بلاد غير البلاد ديالهم. انا بصراحه فاش تزوجت احمد اكبر معاناه ديالي هي فاش كيبغي يسافر برا البلاد. كنعرف بنات مغربيات هنايا في مصر مزوجين والازواج ديالهم كيخدموا في السعوديه، يعني حالتهم فايته الحاله ديالي بسنوات ضوئيه.
وعادي، ممكن بالنسبة لهم عادي. وأنا عارفة أنه كاين بزاف منهم اللي متضررين نفسيا. وكيف ما كنقول لكم دائما، كل وحدة والقدرات ديالها، وأنا عارفة راسي في هذا الموضوع، هذا قدراتي ضئيلة جدا وما قويش نهائيا. علاش؟ أنا فاش عندي فكرة مترسخة ليا في الدماغ ديالي، مهما كنحاول أنني نحيدها ما كتبغيش تحيد. اللي هي انه انا يا خليت الاهل ديالي وخليت بلادي، اللي بالنسبه لي شي حاجه اللي هي ما تقدرش بثمن، اللي هي ما تعوضش، باش نجي نعيش مع واحد الانسان اللي لقيت فيه بزاف ديال المواصفات اللي هي مزيانه. فانا ما جيتش هنايا باش نبقى بوحديتي، باش نعيش بوحديتي من غير احمد. راه الحباب كتار وعطاهم الله، والحمد لله المكانة ديالي عند العائلة هنايا مكانة مزيانة، وكل شيء كيتعامل معايا مزيان. ولكني أنا واحد الفكرة عندي في راسي، هو أنا جيت هنايا على قبل أحمد. إذا ما كانش أحمد فالوجود ديالي هنايا صافي، ما عنده حتى شي معنى. فهاد الشيء علاش ملي كيجي مسافر كنتعذب بهذا المعنى، كنتسخسخ نفسيا. ف هذا الشيء اللي كاين فالبنات اللي مقبلين على الزواج هنا في مصر، بعد مرات يقدر تتفق مع الزوج ديالها انها غادي تعيش هي مؤقتا في مصر، وهو غادي يعيش مثلا برا في واحد الفترة، ومن بعد عادي يجي او يديها عنده. ممكن في الاول فاش كتكون ديك الشراره ديال الاعجاب ودوك المشاعر، البنت كتقول ماشي مشكل عادي نصبر، اهم حاجه انه نتزوجه. من بعد ملي كيتحط الانسان في ذاك الموقف، ديك الساعات عاد كيكتشف انه صعيب داك الصبر، كيدبر ديك الحاله ما يمكنش الوحده تحكم عليها من قبل ما تعيش فيها. انا يا درت واحد الخطأ قبل الزواج، فاش جاء احمد تزوجنا وجيت معاه للمغرب، ديك الفتره هذه كان عنده معسكر وكانت عنده بطوله افريقيه، فكان قال لي واش تصبري حتى من بعد البطوله وديك ساعات نجي. فكنا احنا دوزنا فتره تقريبا عام ونص ديال الخطوبه، فقلت صافي بركة، يعني الإنسان طول. فكنت صراحة مستعجلة وهذا خطأ. قلت لي لا ماشي مشكل، أنا غادي نمشي وانت غادي تكون في المعسكر ديالك، مرة في السيمانة ولا في 10 أيام راك غادي تجي عندي. ومهم غير أننا صافي رحنا تزوجنا. فهذا كان خطأ من بين الأخطاء اللي ارتكبتها، وتعقدت. عرفتي شنو هي تخلي البلد ديالك وتجي لواحد البلاد وانت جديدة فيه، و كتعرفي انت كنعرف العائلة وكنت دائما على تواصل والعلاقة طيبة، ولكن كيبان لك في داك الزوج هو كل شيء، كيبان لك فيه الاهل اللي خليتي، كيبان لك فيه البلاد، الصحاب، الخوت. المهم داك الزوج كيكون بالنسبه لك ملي كتكوني جديده في واحد البلاصه في واحد البلاد، داك الزوج كيكون هو كل شيء بالنسبه لك، خاصه في داك الفتره الاولى اللي كتكوني مازال ما تعرفتي على حتى شي حد ومازال ما عرفتي حتى شي حاجه. فانا جيت ونزلت فواحد البلاصه ما كنعرفش فيها حتى شي حاجه، وكيف ما قلت لكم بين قوسين راه كنعرف الاهل، ولاني واخا هكاك العلاقه ماشي بحال علاقتي مع احمد. يعني انا كنت كنحشم يعني شي حاجه بغيتها كنقولها لاحمد، فكنت رد عليه الراس. فغير جينا دوزنا واحد 3 ايام ومشى للمعسكر ديالو، وصافي غياب في غياب في بطوله في هذا. دوك الايام اصلا مع اول مره مع اول غياب، فاش بغى يخليني من بعد ديك 3 ايام
عشت أصعب أصعب الأيام، ما عادش تعقدت، جتني صعيبة أنه أنا جيت على قبله، وفي الأخر هذاك الإنسان اللي جيت على قبله ما كانش اختفى، فكانت بالنسبة لي هذه أكبر صدمة، وأنا السبب، أنا اللي تسببت فيها، أنا اللي ما فكرتش ممكن شي وحدة في بلاصتي تتعامل مع الوضع عادي، ولكن أنا كشخصية ما قدرتش أنني نتجاوز ذاك الوضع، بالرغم كيف ما قلت لكم كاع الناس اللي دايرين بيا مزيانين، ولاني أنا يا صافي بالنسبة لي أحمد ما كاينش، أنا ما خصنيش نكون هنايا. فهاد الحاجة هذه من الحوايج اللي درت بصمات ليا في النفسية ديالي، فولا كل غياب كيكون معاه معاناة. باقي يكون مثلا جلست ما تزوجناش ديك الساعة، حتى كان أحمد مسالي، ومني نتزوج ونجي لهنايا ديك الساعات غادي نكون معاه معظم الوقت، غادي نسافرو، غادي نتعرف على الناس، يعني غادي يكون معايا في دوك الأيام الأولى ديالي في مصر. فكونه ما كانش دوك الايام الاولى حاجه اثرت ليا بزاف على النفسيه ديالي. المهم من ديك الساعات اختكم معقده معقده من هاد الناحيه هادي، انا قلت ضروري خصني نعاود لكم هاد القصه هادي باش البنات اللي مقبلين على الزواج بهاد الطريقه هادي، ديال ان الزوج غادي يكون في بلد وهي غادي تعيش في بلد بينما قد الامور ديالو، نديرها لكم في الراس وربما تكونوا غافلين عليها. حتى انا واحد النهار كنت بحالكم، دوك الاحلام الورديه وماشي مشكل وغادي نصبر وغادي، ولكن في الاخر ما صبرتش. عشان هاد القضيه هذه خلات احمد مع تاني غياب ليه، وما كانش بين اول مره وتاني مره مده طويله، كانت واحد 7 شهور يعني. فمع تاني غياب قال لي قطع ليا وقال لي سيري حتى نسالي وانا غادي نجي نجيبك. فانا يا في اول مره مشي زياره للاهل ديالي من بعد الزواج مشيت عندهم من بعد 7 شهور، لحقاش ما قدرتش انني نعيش هنايا واحمد يكون كثير الغياب مع البطولات ديالو. صافي المهم دازت السنوات، بديت كنت تعود، ولكن دائما دائما في وقت السفر يعني في المعسكرات والغياب هنا في داخل مصر ماشي مشكل، ولكن مني كي يركب الطياره وكيطير ما كنكرهش حتى انا نركب ونطير، وكنقول ما عندي ما ندير هنايا، يمكن حيت ما درتش لوتاد في البلاد، فكنشوف حتى حاجه ما كتربطني بهنا من غير احمد. وانا ديجا قلت لكم في واحد الفيديو مؤخرا فاش كنت جايه من المغرب، قلت لكم انا اللي مصبرني على البعد على احبابي وعلى البلاد ديالي هو احمد، لانه لقيت فيه كل حاجه مزيانه. فالوقت اللي احمد ما كيكونش فيه هذاك الوقت اللي كنحس به بالغربه ديال المعقول، هاد الشيء الا دل على شي حاجه كيدل على ان الرجل ملي كيكون مزيان مع المراه كيخلي بصمه، الغياب ديالو ما كيكونش شي حاجه مزيانه، والرجل اللي كيكون صعيب ومهم الزوجه ديالو غير كيمشي هي كترتاح وكتنفس السعداء كيف ما كيقولوا. فهنا ممكن نستنتجوا ان احمد داير بصمه زوينه في الحياه ديالي، كون كان خايب كون راه غير يسد الباب نقول الله على راح الله، ولكن للاسف زوين. شفتوا للاسف امتى وظفتها، كنظن غادي نبقى مأزمة واحد اليومين وغادي نرجع عادي. اصعب اللحظات هما هادو فاش كيسلم عليا اصلا في الصباح، والله العظيم الا بالليل قلت غادي نصور احمد وغادي يسلم عليكم وهذا، ولكن انا مني فقت الصباح ما قدرتش نهائيا، كنت متاثره لدرجه هو براسه قال لي الا ما بغيتيش ما نمشيش ما نخليكش، وقال لي هذه صافي هذه قال لي هذه اخر مره غادي نمشي ونخليك. ف صراحه ما نقدرش نقول ليه ما تمشيش، خاصة بعد عناء وتعب معسكرات، هم كيعسكروا من 5 ديال الصباح كيفوق مع الفجر كيتحركوا
صلي كينزل يتمرن اليوم كامل. يلا الوقيته ديال الوجبات ممكن يجلسوا واحد ساعة المكان يديروا لا سيست، ومن بعد كيتمرنوا حتى العشرة ديال الليل، لانه ما دخلوش المعسكر بكري، فما قدرش صراحة داك التعب نضربوا ليه في الزيرو. قلت لي لا غير سير، ولاني راه ما نضمنلكش البطولات الماجين، واش زعما غادي نصبر؟ صافي، هذه هي القصة ديالي مع الغياب ديال أحمد. هذه أكثر حاجة عانيت منها هنايا في مصر. كنظن كو كان أحمد ما كيغيبش، خصوصا في السنوات الأولى ديال الزواج، كنظن أنني كنت ديك الساعات تأقلمت مزيان هنايا، ولاني داك الغياب هو اللي خلاني بحال تعقدت. وسبحان الله حتى احمد تبدل ديك الساعات، انا كنت ضد داك الغياب، هو كان مصمم عليه. من بعد سبحان الله تبدلنا، وليت انايا كنقول ليه سير، وهو كيقول لي ما بغيتيش نبقى. فسبحان الله هو راه كنت تقيسي لي عيني وما تقيسي ليش هذا الجانب ديال الرياضي ديالو، فسبحان مبدل الاحوال. صافي هادشي اللي كاين. قلت غادي في الاول صراحه والله ما كنتش عارفه شنو غادي نقول في الفيديو، كنت غير غادي نقول لكم شنو اللي مخليني ما كنصورش. ومن بعد لقيت انه ممكن يكون موضوع يفيد بعض الناس. قولوا لي انتم واش حتى انتم بحالي كتاثروا في الغياب ديال الازواج ديالكم؟ انا اصلا واحد الانسانه اللي ولافه فين ما مشيت، ملي كنجي راجعه في حالتي وندعي اي واحد كيف ما بغى يكون كنكون متاثره. سمحوا لي عرسول الله العظيم، انا ملي كنطفي الكاميرا راه كنكون وحده اخرى. دابا غير نطفي الكاميرا وبين ما يوصل احمد المطار وتطلع الطياره غادي نكون في حاله صعبه. نقدر كاع نحط لكم شي بوست تدعيوا لي فيه، ولا نقدر نهضر مع ماني الدار. بالرغم انا دابا ملي كنكون في هذه الحاله هذه مقدرش نهضر مع ماني الدار، عرفتي؟ الا هضرت معاهم غير السلام عليكم ويسولوني كي دايره غادي نبدا نبكي. ما نبغيش الصراحه نشطنهم عليا، ما كنبغيهمش يشوفوني في حاله ديال البكا، حاله متاثره. قبل ما ننسى غادي تقولوا لي علاش فين الاهل ديال احمد، علاش ما تمشيش عندهم ولا يجيو عندك تجلسي معاهم هذه المده هذه؟ شوفوا الاهل والاحباب كتار والله يعمرها دار، والعلاقه الحمد لله كيف ما كنقول لكم طيبه، ولكن انا كيف ما كتعرفوا كثرت عليكم هاد كتعرفوا، حيت نتوما دابا راكم وليتوا عارفيني حدوديه، ماشي اجتماعية. ومشكلتي ماشي مشكلة القنطة والدنيا تكون عامرة عليا، مشكلتي هي انه انا هنايا على قبل احمد، ما كاينش شي حد غادي يعوضني او غادي يهز داك الاحساس الخايب فاش احمد كيمشي. ما كاينش شي حد اللي غادي يحيدو ليا، مهما نجلس في اي مجمع غادي نبقى بالغصه ديالي في القلب، لانه انا اصلا راني مجربه. فاش في داك الاول احمد فاش كان كيغيب كنت كنمشي عند لوستي وكنجلس معاه ايامات بين ما كيرجع ولا هذا، ولكن الاحساس كيبقى هو بالعكس. كتحسي انك الى حتى عندك الدموع في عينيك ولا شي غصه ولا شي حاجه وبغيتي غير تخرجيها، كتقولي شنو ذنب هاد الناس اللي انايا جالسه معاهم انهم يشوفوني في هذه الحاله. فمن الاحسن نجلس في دويرتي بكيت تقهرت حد ما شافني. المهم هذا الشيء اللي كاين، فيديو من القلب ديالي، قربتكم مني، حاولت انني ما نبكيش. المهم تهلاو في ريسكم، ما تنسونيش من لي جيم، واخا فيديو ما عرفتش يستاهل الجيم ولا لا. وبسلام عليكم.